وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان. دكتور طارق، بعد التحيه، يعني نتحدث عن تحدي هو التحدي الاكبر امام العمل الوطني في مجال التنميه والاقتصاد. دور قطاع السكان في وزاره الصحه للتعامل مع هذا التحدي. هو احنا مش بنتكلم على قطاع السكان، احنا بنتكلم بقى على وزاره الصحه كلها اجمالا كده ونشاطها السكاني. احنا عندنا قطاعين في الوزاره شغالين في السكان. عندنا قطاع تنظيم الاسره وده قطاع خدمي، وقطاع ثاني ليه له علاقه بالسياسات هو المجلس التنظيمي للسكان. تمام. الاثنين مطلوبين عشان يخرجوا باجراءات وسياسات وخدمات تؤدي الى ضبط النمو السكاني. فاحنا دلوقتي عملنا النهارده تم اطلاق الاستراتيجيه الجديده الوطنيه للسكان والتنميه، واللي هيتم ان شاء الله تفعيلها من دلوقتي يعني. طيب، على مدار السنين اللي فاتت، احنا 29 سنة ما بين المؤتمر السابق لمؤتمر السكان في 94 والآن وأمام، نعم. وفي خلال هذه الفترة يعني ظهر تحديات كتير في مجال النمو السكاني تحديدا. ما بين الأمس واليوم وغدا، ما هي الإجراءات المتبعة في من وجهة نظر حضرتك؟ الموضوع فيه تغيير كبير جدا حتى في السياسات والتطبيقات على الأرض والخروج بحاجات ما كانتش موجودة قبل كده. يعني على سبيل المثال، احنا عملنا نوع الدمج بين خدمات تنظيم الاسره وخدمات الوحدات الصحيه الرعائيه الستيه، ودي عشان ضمان المشوره الشامله لكل ست داخله، اذا كانت داخله بقى عشان تغذيه، داخله عشان تكشف على اطفالها، داخله عشان تاخد اي خدمه، فهي هتاخد مشوره باي حال من الاحوال لها علاقه بالانجاب ولها علاقه بصحه المراه. ففي حاجات زوايا كثيره جدا ليها علاقه بالخدمه والتوعيه والمشوره لم تكن موجوده ولم تكن مطبقه، فان شاء الله هيتم تطبيقها ان شاء الله، طبعا من خلال كل الجهات الشريكه اللي شغاله معانا في السكان، مش الصحه بس. يمكن اقول لحضرتك كل الوزارات تقريبا 22 وزاره وهيئه شغالين في مجال العمل السكاني، ولهم انجازاتهم ولهم يعني انجازاتهم على الارض واهدافهم اللي احنا حاطينها معاهم. المجلس القومي للسكان وتنظيم الاسره، هي تنظيم الاسره التي اشرت اليها دكتور طارق، يعني تقوم بالتوعيه والارشاد للمواطنين. تنظيم قطاع تنظيم الاسره قطاع خدمي، وفي توعيه ليها علاقه بتنظيم الاسره. طيب، مدى استجابه المواطنين للتوعيه دي بقى ايه؟ لا والله الاستجابه، هقول لحضرتك حاجه، هي دي ليها عوامل كثيره جدا عشان نقول مدى الاستجابه. اتفضل. لكن هو في استجابه طبعا. هي الخروج، حتى الفكره بتاعت المشوره والرسائل لابد ان تكون مبتكره وتغطي احتياجات المواطن. انا ما بروحش اقول له نشيد واقول له والله اسمع الكلام كذا كذا كذا. انا لازم يبقى عندي نوع من انواع ان انا بديله مصلحه، والمصلحه دي في صوره معلومه طبيه، معلومه صحيه او خدمه حتى، بحيث ان هو يسمع الكلام اللي بقوله ويبتدي يعيه ويغير فيه الاتجاهات وافكاره. هي مسؤوليه مشتركه كما ذكرت دكتور طارق. طبعا. طبعا. دور الجهات التي اشار اليها السيد الرئيس في التعاون مع وزاره الصحه في هذا الملف. والله وكل الجهات متعاونه، يعني النهارده كان عندنا المجلس القومي للمراه ووزاره التخطيط والتنميه المحليه التربيه والتعليم، كل الجهات بتتعاون في ملف السكان. اللي بحب اضيفه قوي، أيوة. دور مهم جدا هو المجتمع الاهلي بان يقدموا من خدمات ومن توعيه ومن كسب تاييد بالنسبه لقضايا السكان، وكمان بالاشاره الى القطاع الخاص. القطاع الخاص له دور كبير جدا في تقديم الخدمه، وله دور كبير جدا في تحسين خصائص المواطنين اذا تم التعاون مع القطاع الحكومي. هل ممكن نصل إلى الرقم 1.5% الذي أشار إليه السيد الرئيس؟ ممكن طبعا. كل الدول عملت خطط وتم تنفيذها وتم متابعتها. هو الخطط كلها مش مهم، إن هي مش هي دي القضية، نعمل خطة إن هي عندي جهاز يتابع ويراقب هذه الخطوات بتتم إزاي، ما هو المردود منها، تأثيرها إيه على المجتمع، المجتمع اتغير إزاي. فده محتاج يبقى في عندي جهاز له يعني له القدرة على المتابعة والتقويم وإجراء الدراسات عشان نعرف احنا وصلنا لغايه فين. تمام، يعني كل التوفيق دكتور طارق في المجال ده تحديدا، لان هو مجال مهم جدا فيما يتعلق بالتنميه المستدامه والتنميه المستقبليه. دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك.